ومكملين معاكم Unit 9 Lesson 2 Workbook Page 59 Question Number 2. في عنا هون صديقنا مارتن, ومارتن he has an aquarium, عنده حوض سمك. بدنا نطلع على هذا الحوض شو في sea animals ونعمل عليهم جمل باستخدام has. ليش؟ لأنه أنا بدي أحكي عن صديقنا مارتن شو بيمتلك بحوض السمك الموجود قدامنا. مثلا look at number 1, مارتن اللي هو صديقنا مارتن has. ليش حطينا has؟ لأنه مارتن he's a boy والبرونون هون عنا he, فبتصير he has مثلا a seahorse, عنده حصان بحر. طيب number 2, أنا حكيت في عنده شو؟ عنده octopus. هي عن مارتن على طول بتبعها بهاز لأنه الضمير هي بياخد هاز. حطينا آن لأنه أكتوبوس أول حرف أو, والأو من الفاولز, وإذا كان الحرف الأول في الكلمة من الفاولز منحط آن. He has an octopus. okay. number 3, he has two eels. one two eels. كتبنا كلمة two و eel ضفنا لها اس الجمع صارت eels. number 4, he has a starfish, عنده small starfish here. number 4, he has many fish. حكينا fish نستخدمها singular و plural. أنا حكيت هنا many لأنه في عنده أكتر من وحدة, أوكي؟ أكتر من سمكة, فحكيت he اللي هو مارتن has لأنه هي وشي وقت تأخذ has, many لأنه في عنا هون أكتر عن سمكة, وكتبنا fish. أوكي؟ بنتظر منكم طبعا. هون كاتبت لكم نوت صغيرة, الرجاء الكتابة بخط مرتب حروف واضحة, ترك مسافة بين الكلمة والثانية مع التركيز على عدم تكبير الخط كثيرا, وبستنى منكم أشوف حلول رائعة, خطوط مرتبة, لأنه أنا طلابي كتير شاطرين ومبدعين. يعطيكم العافية.